أي شيء يذهب الخشوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. الأخبثان يعني البول والغائط، يعني لا يدخل الصلاة وهو حاق، يذهب يقضي حاجته أو يتبول ويتوضأ ويرجع. بعض الناس قد يكون يريد أن يدرك الصلاة فيدخل حاقنا فيذهب خشوعه، هذا مكروه كراهة شديدة، بل بعض العلم يقول حرام، لأن ظاهر الحديث هكذا يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فهنا النفي ليس للوجود، توجد صلاة بحضر الطعام مش موجودة، ولكن إما أن يكون هنا النفي نفي للصحة أو نفي للكمال. فإن كان للصحة فلا يجوز أن يدخل إنسان بحضر الطعام، يدخل الصلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وإن كان نفي للكمال فيكون هذا دال على الكراهة، يكره أن يصلي بحضر الطعام أو وهو يدافع الأخبثان. وموضوع الطعام يعني طعام يشتهي، بحيث أنه لو لم يأكل فإنه ينشغل في صلاته وهو يفكر في الطعام.